يا مهندس محمد، لعلمك جميع أهل الأرض عموما والعرب خصوصا يدرك إدراكا تاما كفاءة أهل السودان وأمانتهم وحرصهم على العمل، ويعرف طيبة أهل السودان لا ينكر هذا إلا مجنون. وإذا أردت أن تعرف أول من هندس الكهرباء في عمان، السودانيين، مهندسين سودانيين، أول من أنشأ المدن المتكاملة في عمان سودانيين. هناك يعني ثلة كبيرة جدا من أهل السودان في الطب العماني، بل أن الطب الشرعي في شرطة عمان السلطانية يستعين بالأخوة في السودان، أطباء سودانيين. فالسودان ولاده، السودان ولاده، ولاده الأبطال، ولاده العلماء، ولاده الأخيار. نعم هناك من باع البلد والوطن من أجل قروش دنيا، لكن إن شاء الله سوف يزول وتزول معه هذه الغمة، وتعود السودان أعظم وأعلى وأكبر دولة عربية اقتصاديا وعلميا وماليا واجتماعيا. والكل ينظر إلى السودان بأنها يعني هي الدرة التي سوف بل أنا أجدها هي أبو الدنيا. إذا كانت مصر أم الدنيا، أنا أبصم بالعشر أن السودان هي أبو الدنيا، لأن جميع الحضارات التي توجد في مصر الآن تتغنى بمصر هي كلها من السودان. السودان ثم السودان ثم السودان. النصر لكم بإذن الله عز وجل، ودعاؤنا لكم ليل ونهار. أسأل الله العلي الرفيع القدير أن ينصر الشعب السوداني، وأن يعيد له كرامته، وأن يحيي له ثورته، وأن يجعله درة تتدألأ في جبين الدهر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.